بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر هاد الإخوان اللي قاموا بهذه المهمة وهاد الإخوان ديال الصحافة. وغادي نهضر خاص على القضاء حول الاستثمار. المستثمرين اللي كيجوا داخل المغرب أولا كيسقسوا على القضاء. القضاء هي المفتاح ديال كلش. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية غنعاود لكم بتجربة ديالي داخل الوطن وفي تطوان. لا كنت كنعمل استثمار ومن بعد وقع لي مشكل مع واحد الخبير محلف لدى المحاكم وعنده وله نفوذ. فعلا هجم العمارة وخرج الخدامة وبلع وعمل القانون مراسو وبشهادته. من بعد جميع البيبان تبلعوا عليا بما فيها المحكمة والكوميسارية إلى آخره. لولا لما كانش الإخوان ديالنا داخل خارج الوطن اللي هما قاموا معايا ومشوا معايا للرباط الوزارة واتصلنا بواحد مسؤولة سعدية بالمير وكمشى معنا السي سعف الله يذكره بخير. فعلا قام الواجب ديالهم ومن بعد اتصل بالوكيل العام ديال تطوان. المشكل ترون ما بين وكيل الملك ووكيل العام. والوكيل الملك حاليا راه في طنجة نائب وكيل العام، كان وكيل الملك داخل تطوان. قام الواجب ديالو، وكيل العام لم يقم بالواجب ديالو. من بعد اخر المطاف جاب الكلاب اللوبوس داخل العمارة ممنوع ندخل. وبشهادته من تزير هذا الخبير شنو وقع؟ جمع لي القضاة والمحامين طلب الصلح. وقال لي بشرط باش يعطي لي المصارف. قلت له ما خصني بو مصارف. تعترف بجميع الوسائل اللي درتي. فعلا اعترف بكتابة تعهد والتزام الى اخره. والقاضي اللي قام به بهذه المبادره وهو القاضي اللي كان عنده الملف، كان صديقه ومازال لحد الان صديقه، بقى 3 سنين. اخر المطاف كنا انا في مظاهره داخل بلجيكا حول الصحراء، فاذا به جاء لي التليفون مع الاخوان، قال لي السيد راه عرس الباب مره ثانيه. ومشيت فعلا وقام الاخوان وعملت شكايه وجبت الخبير اللي هرس. ودابا عندي معاه ملف اخر، 4 قضايا كيرجعوا في المحكمه، مازال لحد الان ما تحكمش، الا واحد تحكم بواحد القاضي اخر كان كونجي. تحكم بشهاد الحبس سالف فقط، اخرين مازال، ومازال كيباشر المشاكل ولو نفوذ المحكمه كله ديالو. هذه من ناحيه، وهذا الشيء وقع نفس المشكل واحد مستثمر عنده الاوتيليز داخل تطوان وفي الحسيمه. نصب عليه واحد النصاب وعنده علاقات دالوا 3 مليار وكاين حجاج ودخلوا اخر المطاف دخلوا ولد الحبس لان بالنفوذ اللي عنده. هذا هو المشكل الاستثمار. الاستثمار مادام ما كاينش العداله ما كاين، ولكن ما كنعممش العداله، كاين شرفاء. فعلا واحد المره مشينا حتى عند وزير العدل باش يدخلوا عنده، فعلا استقبلنا غير الديوان ووعد لي وعدنا لحد الان رجعنا ما كيستقبلوناش لحد الان. كان كتب المفتش العام المره الاولى والثانيه التذكير. دابا صنع واحد الرساله قال لي قلنا شنو المشكل ولا صرت ما عرفتش شنو المشكل. والمفاوض ما بغاوش يتحكموا. اذا الاستثمار خصو العداله، لان الا مشكل في الاداره او المشكل في شي حاجه اخرى كنمشي نتجه للعداله، والعداله كتقول الكلمه ديالها. اذا العداله حنا كنطلب ماشي كنقول العداله كلها، كاين شر ولكن قليل. مازال لحد الان كاين ثغرات، كاين قضاه كيمارسوا ضغوطات، وكاين قضاه اللي كما قال السي الرامي الله يذكره بخير، حنا لان كاين اللي ما كيعرفش القانون. مثلا اذا عدم التوصل او لا كنت هنا ولا شي حاجه كيجبروا ثغرات وكيحكموا ضدك، او عدم القصاص وطلع من جديد. وكاين اخوان اللي هما عملوا املاك وعملوا عقارات، جات وزاره التجهيز وبعض الوزارات اخرين واصبحوا لهم مشكل، اصبحوا لا شيء، وهما بنوا بالقانون ديالهم بالرخصه تسلم الى اخره. اذا هذا هو السبب ديال المشاكل ديال الاستثمار. الاستثمار واللي كنطلب من الاخوان يكون واحد اتحاد قوه كما قال السي الرامي، لان اذا كان هذا الشيء وسيدنا الله ينصره اللي كيعطف علينا ويعرف الحقيقه غيشوفنا الحل. اما بالنسبه الشكايات كتدور كما الكره. في النهاية كترجع في الأول صفر، عاد رجع من جديد. هذا هو السبب وهذا ما أقول، والسلام عليكم ورحمة الله.